حركة لا تهدأ في هذا المصنع المختص بصناعة حلوى المولد في القاهرة، فمنذ ما يقرب من 100 عام عمل هذا المكان على صناعة الحلوى بأنواعها. أيبك ورث عن أبيه حرفة إعداد الحلوى، معتمداً في صناعتها على مواد خام محلية مثل السكر والسمسم والفول والحمص وغيرها. احنا بنشتغل عسلية طول السنة، أما بالنسبة للمولد النبي ليه أصناف تانية خاصة به كتيرة جداً، زي السمسمية، فولية، الحمصية، ملبن الحبل، إحنا والناس بنستناه من سنة للسنة يعني. تنتشر عشرات المصانع لإنتاج هذا النوع من الحلوى، والتي تنشط بشكل كبير مع قرب ذكرى المولد النبوي، فضلاً عن توفيرها فرص العمل لمئات الشباب. منذ عهد الفاطميين احترف المصريون صناعة حلوى المولد، التي ارتبطت عندهم بمظاهر الفرحة والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وبعد أن أصبحت هذه الأصناف جاهزة للبيع، لا يقل الأمر حفاوة بالنسبة للمواطنين والتجار، التي تنتشر خصيصاً العديد من الشوادر لبيعها. أمام واجهات هذه الشوادر والمحال يتجمع العشرات لشراء الحلوى، عاملاً بتقليد قديم اعتادوا عليه منذ عشرات السنين، فهي تمثل إرثاً وذكرى للكثيرين منهم كما يقولون. كل سنة عشان الأولاد بنفرحهم، كل سنة واحترام النبوي الشريف، ولازم يعني دي عادة عندنا كل سنة، يعني كل سنة طيبين. هي الأسعار زايدة حاجة بسيطة، بس لازم الواحد يجيبها عشان تبقى العادة والأولاد والعيلة وكده، ما ينفعش ما نجيبهاش. بنستناها من السنة للسنة وبنفرح بيها الأولاد يعني. جاي أشتري حلاوة المولد ليا ولعيالي، وهي عادة عشان نفرحهم كل سنة بيه. الحمد لله الإقبال كويس، واخد بال حضرتك، والزبون بيخش بيجيب علبة وبينقي اللي يعجبه كله كيلو ب120، واخد بالك، ما عدا المكسرات. الملبن الحبل 200 جنيه، في اصناف طبعا مستوى الناس كلها يعني، المتوسط ياخد، الفقير ياخد، الغني ياخد. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ظاهرة متأصلة في الثقافة المصرية، ورغم زيادة الأسعار إلا أن طبق حلوى المولد لم يختفي من بيوتهم، حتى وإن اضطرت بعض هذه الأسر إلى شراء كميات صغيرة. محمد خالد، المشهد، القاهرة.